وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقلنا أن العهد هو ما تعاقد عليه الإنسان عقدا اختياريا يلتزم هو بنتائجه ومطلوباته. وأول عهد أخذ على الإنسان هو عهد الإيمان. أنت حر في أن تدخل على الإيمان بذاتك مختارا أو لا تدخل، لكن حين تدخل إلى الإيمان مختارا يجب أن تلتزم بعهد الإيمان. ذلك أول عهد. ومن باطن هذا العهد القيم العام تنبثق عهود متعددة بين الناس وبين بعضهم. هذه العهود المأخوذة في ظل عهد الإيمان الأول يجب أن يوفي بها الإنسان. إذا كان الإنسان قد ارتبط بعهد مع إنسان آخر، في قبل الارتباط هو حر يرتبط أو لا يرتبط كقضية العهد الإيماني. الله سبحانه وتعالى لم يجعل إكراها في الدين، ادخل على الدين باختيارك، لأن الله لا يريد منا قوالب تخضع ولكن يريد منا قلوب تخشع. ولو أراد الله منا قوالب تخضع ما استطاع واحد أن يشز عن الإيمان بالله. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلعلك باكع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن الله لا يريد أعناقا وإنما يريد قلوبا. إذن فآبهم. لكن يخلط كثير من الناس، إن أمرته بأمر في الصلاة أو في الزكاة أو في أي أمر من أمور دينه يقول لا إكراه في الدين. نقول له: أنت لم تحسن الاستدلال، لا إكراه في أن تدخل في الدين، ولكن إذا دخلت الدين فالتزم بمقدمات هذا الدين ومطلوباته، وإن خرجت عنه نقتلك. يبقى ما تحتجش في أوامر اللي من باطن الدين تقول لا إكراه في الدين. نقول له لا، لا إكراه في الدين دخولا أوليا فيه. أنت مختار تدخل أو لا تدخل، لكن إذا دخلت التزم، ما تكسرش حد من حدود هذا الدين وإلا قتلناك. وقلنا في الحلقة السابقة أن بعض الذين يأخذون على الإسلام يقول الإسلام بيلغي منه، يقول لك اللي يرتد نقتله. يقول له إيه اللي يرتد نقتله؟ أنت فاهم أن هذه تسهل قضية الإيمان على المؤمن، إنما تصعب قضية الإيمان. فكأنك تقول له انظر جيدا إلى هذا الدين، ابحثه بكل طاقات البحث، لأنك إن دخلته وآمنت به ثم أردت أن تخرج عنه قتلناك. يبقى ده يصعب الدخول أم يسهل الدخول؟ إنه يصعب الدخول. نعم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد هو الذي يربط بين المتعاهدين. العهد ده مسؤول عن إيه؟ هو العهد اللي مسؤول ولا من يعطي العهد هو الايه المسؤول؟ ولكن القرآن عدى المسؤولية الى ذات العهد، فكأن العهد يلزم الطرف الاول ويلزم مسؤول ان يخضع كل واحد من الطرفين الى مراد العهد. وبعد ذلك تنتقل الايات الى قضية من اخطر قضايا المجتمع. هذه القضية هي القضية التي تضمن لكل إنسان نتيجة عرقه في الحياة، ونتيجة جده في الحياة، ونتيجة اجتهاده في الحياة، حتى يعلم أنه إن تعب فنتيجة تعبه عائدة عليه. فإن جاء أحد ليتسلط عليه ليأخذ نتيجة ذلك نشأ الطبقة طفيلية تريد أن تجعل دماءها من عرق الغير. نقول له لا، كل واحد يأخذ حقه، عشان كل واحد يطمئن إلى ثمرة جهده وإلى ثمرة عمله، وبعد ذلك ييأس الذي يكسل عن العمل في أن يعيش في الحياة، يقوم يعمل ثم تزداد طاقة العمل، وكل واحد يطمئن إلى أن نتيجة عمله له، لأن فيه إيثار صحيح، إنما الإيثار يبقى منك أنت، ما يبقاش خطف، ما يبقاش سرقة، ما يبقاش اختلاس، ما يبقاش غصب. يسار من عندك انت، من عند المؤثر نفسه.
انما تيجي واحد يعمل بلطجي وبعد ذلك يجي وياخد مال التاني نقول له لا، احنا عايزين حركة الحياة تستوعب كل الاحياء، مفيش واحد يعيش طفيلي على التاني ابدا. ده احنا في الامراض الطفيلية اللي بتتغذى على دماء الانسان بنحاول نحاربها، فالطفيليات الادمية اولى بهذه المحاربة. الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان كل واحد قادر على العمل يعمل، اللي مش قادر على العمل يبقى على العين والرأس. له حق مكفول في الدولة، له حق مكفول في اعناق اخوانه، وذلك هو التأمين. لانني بقول اذا كنا نطلب من الغني ان يفيض من ماله على الغير نقول له اياك يا غني انك انت تخنط من هذه المسألة وتقول ده بياخده مني، ده احنا بنأمن لك حياتك. ليه؟ لان الطاقة التي عملت بها واجتهد وجمعت مالا قدرة، وهذه القدرة ليست ذاتية فيك، من الجائز ان تنزع منك غدا وتبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجة، وبعد ذلك تستقبل الحياة بضعف. فحين نأخذ منك وأنت قادر سنعطيك وأنت عاجز. يبقى بنأمن لك حياتك، بنأمن لك هذه الحياة. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن هذه الناس. ولذا تيجي مثلا اثنين يورثوا ورث، وواحد ورث له 100 فدان والتاني ورث له 100 فدان، وبعد ذلك واحد خد 100 فدان وقعد يستثمر ويشغله ويعيش بها باختصار ويعيش بها بامان ويعيش بها بجد ويعيش بها باخلاص وحياته بتن، وواحد تاني خد 100 وقعد ولبس كويس كده وقعد على القهاوي وقعد يلعب بها مار ويمشي بقى هنا ومشي هنا، وبعد ذلك يصبح بقى ما عندوش. نقول ناخد من ده اللي تعب وقعد ملتزم علشان نتدعوه، نقول له لا اياك. ولذلك اذا اخذت الدوله ما ليس لها حملها الله ما ليس عليها. نقول لها انت 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 لازم تخلي كل واحد يعمل، مفيش بلطجة، مفيش واحد يجي يشوف واحد غني يقول له شوف سبب غناه ايه، غني بحق وبجهد وباجتهاد، يقول له هذا ليس لك به عمل ما دام يؤدي حقه انتهى. انما ان تيجي بجماعة بلطجية وبعد ذلك ده ياخد من ده ياخد من ده ويقعدوا بقى يعني ايه، وإلا فسدت الحياة. وفساد الحياة في كثير من الدول اللي فيها مثل هذا الشأن ناشئ عن هذه المسألة، لأنه خلى المجتهد، لأن الاجتهاد ده مواهب، مش كل واحد عنده طاقات الطموح، مش كل واحد عنده طاقات الاجتهاد. سيب المجتهد يجتهد ولو كان يحب نفسه وبده يعمل له ثروة، لأن الفقير سينتفع أراد الغني أولم يعد. يعمل مصنع يعمل، يبني عمارة يعمل، قبل ما يبني عمارة مكونة من 20 طابق هيستفيد منها طبقات الفقراء كلها، اللي فحر الارض خد، واللي عمل طوب خد، واللي بنى خد، واللي غفى خد، واللي عمل بويا خد، واللي عمل كهرباء خد، وكل واحد خد. يبقى لم تصل له عمارة الا بعد ان اصبح ثمنها توتا في بيوت في بطون الفقراء وكسوة على اجساد الفقراء. يبقى خليه يعمل لان المجتمع هيستفيد، بس انت ارقب هيستفيد بحق اهل على العين والله، بغير حق اضرب على يده لك في يدي، بيأدي حق الدولة بيأدي حق الدولة. الله بقى يريد ان يضمن هذه العملية ليضمن حركة الحياة في الارض. فقال ايه بقى؟ وبقى واوفوا الكيل اذا كلتم، اوفوا الكيل اذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك في حاجة اسمها المقادير. المقادير دي اما مقادير طولية نقوم نحكمها في تقديرها بالملي بالسنتي بالمتر بالكيلو، كل حاجة حسب تقدير. ما جيش اقيش حاجة مثلا شامبر ساعة اقول له انا عايز البتاعة دي عايزها 2 ملي، لان يا دوب المساحة تقدر ب 2 ملي. اجي مثلا اقول له صورة الصورة 5 × 8، 5 سنتي في ايه؟ يبقى المقياس عندي ايه؟ بقى في الصغير الصغير المقياس المتر، وفي الاكبر شوية يبقى المقياس السنتي. عايز ابني حجرة اقول له انا عايزها 3 × 4، بقى المقياس ايه؟ المتر. الله. طيب انا عايز استصلح مثلا ارض او اعمل مشروع اقوم اقول اجيب المقياس بالمتر، لان المقياس يعمله بالكيلو. عايز اعمل طريق طويل اقوم اجيبه بالملي، اقدره بالملي، اقدره بالسنتي، اقدره بالمتر، ولا اقدره بالكيلو؟ افرض انها مساحات واسعه قوي اقدرها بالمتر،
اذا فالتقدير الطولي الوحدة بتاعته تتناسب مع المقدر. ملي امتر. خمسة سنت سنت. متر متر. كل حاجة على حسب ده في الطوليات. طيب. وفي المساحات. ام قال لك تيجي الطول والعرض. الطول والعرض. طيب. وفي الاحجام. الطول والعرض والايه? والارتفاع. طيب. وفي الكتل. يبقى الميزان. يبقى الحياة محكومة في تقديرات الاشياء باي شيء. بالكيل علشان يطيل الاحجام. وبالميزان عشان يديني الكتل. لان الكلمة مش دعوة بالكتلة. هيبقى حاجة كبيرة كده. انما كتلتها قليلة. كيلو قط مثل كيلو حديد. الله. والطوليات. اذا معنى ذلك ان ميزان التقدير يجب ان يكون سليما. تقول له الملي بكذا. المتر بكذا. الكيلو مثلا بكذا. كل حاجة بكذا. وتيجي بقى تقول له مثلا الحي. الكيلة بكذا. الارداب بكذا. تيجي مثلا في الوزن الكيلو بكذا الرطل بكذا. يبقى اذا قول الحق اوفوا الكيل اذا كلته. يعني اعطوا المقادير على قدر المطلوب من الطرفين. واحد عايز يبيع نديله كيلة يبقى هي كيلة. يبقى لازم تكون عندي وحدة قياس. ربنا هيجي في آية ثانية يقول ويل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. طب المطفف هو اللي بيزيد. طب اذا كانوا بيستوفوا ما وجه النقد يا الله في انهم بيستوفوا? ما تدخلش في التطفيف بقى. ويل للمطففين اللي بيزيدوا الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفوا. طب ما دام لما يكتالوا يستوفوا بياخد حق يبقى ده ملوم? لا مش ملوم. طب واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ده ملوم صحيح? نقول له لا هو مش ملوم على انه استوفى. هو مش ملوم عايز يستوفي ولما يدي ينقص. ادي اللوم. ما عاملش الناس كما يحب ان ايه? ان يعامل. وايضا فكلمة التطفيف اللي تعني معناها الزيادة الناس بياخدوها في تطفيف الموزون او المكيل بس. يقول له لا وفي السعر برضه. افرض ان هو مثلا هيشتري كيلو. اللي وزنه اداه له كيلو الا 20 جرام. يبقى هو نقص ولا ما نقصش? انما طفف في الثمن. يبقى طفف في الناحية الثانية. يبقى لما يبخس من هنا بيزود ايه? يبقى مدام بائع ومشتري فيه سلعة وفيه ثمن. مرة يطفف ان كان بائعا يطفف في ايه? في الثمن. كان مشتريا يطفف في الايه? في السلعة. يبقى التطفيف جاي في الاثنين ولا بس ما تاخدوش على انه بس في الله. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. هنا بقى الاوفوا الكيل اذا كلتم. وزنوا يبقى خد حاجتين اثنين. الحاجة الاولانية الاحجام والحاجة التانية اللي هي الايه? الموازين. لكن اوفوا الكيل اذا كلتم وبعدين قال وزنوا بالقسطاس المستقيم. ما قالش اوفوا الكيل بالكيل الدقيق زي ما قال وزنه بالقسطاس المستقيم. لان الكيل حجم معروف كده معروف قدامنا اهو. انما الميزان هو اللي يجي فيه اللعب بقى. الميزان هو اللي يجي فيه اللعب. ليه? قال لك لان معنى الميزان كما عرفنا انها رافعة من النوع الايه? المحور الارتكاز في الوزن وكفة القوة في ناحية وكفة المقاومة في ناحية. لو نقص الزراع ملي لو جه تحت الكفة كده ولعب صابعه شوية كده بس هو كده. الله. لو قعد ولد تحت العربية وهو بينزل زي ما بنشوف ما قعدوا معاه الجريدة او معاه الغابة وهو بينزل الولد قعد في قلب العربية والعصاية اللي بين والميزان الرجل عامل كده بس عامل الميزان كده شوية. ولذلك دي قال وزنه بالايه? بالقسطاس المستقيم. اكن الكلام في الميزان هو اللي يجي فيه الايه? هو اللي فيه الغش. انما في الكيل ممكن تبقى ملموحة كده واضحة مش عارف ايه. وزنه بالقسطاس الايه المستقيم. ولذلك قلنا مرة ان وزان كل شيء يتناسب مع نفاسته. واحد بيوزن جير غير واحد بيوزن لوز. غير واحد بيوزن ذهب. غير واحد بيوزن ماس. ولذلك قال لك القسطاس المستقيم يعني الميزان الذي يتناسب مع مقادير نفاسة الأشياء. ولذلك قلنا لما نروح عند الجواهرجي
نلاقيه عامل ميزان في ايه؟ في بتاع زجاج كده. ايه اشمعنى زجاج دي؟ قال لك عشان الهوا اللي بره ده ما ياثرش على كفك. نحجز الهوا لان يمكن تيجي هبه هوا على كفك كده تقوم ايه؟ وبقول كمان ما يدخلش راسه في قلب الميزان. ليه؟ اما قال لك لان نفسه ده هو لو هز كفه تتقل شويه وتقلب الكفه بقد كده هتجيب بفلوس قد كده. يبقى وزنه بالقسطاس الايه؟ وزنه بالقسطاس المستقيم. يبقى القسطاس المستقيم دي بس بالميزان، انما الكيل الكيل حاجات بسيطه هز ولا ومش عارف كده، انما ملحوظه ولا لا؟ ملحوظه. وده ليه بقى؟ قال لك انظر الى اي بائع، ما الذي تبيعه؟ انا ببيع جوافه يا سيدي. طيب انت بتبيع جوافه وتقدر تخنصر فيها وتعمل في الميزان زي ما تعمل، وبتشتري ايه؟ بشتري حاجات كتير، بشتري زيت وبشتري عسل وبشتري جبنه وبشتري زيتون وبشتري سكر وبشتري دقيق. اذا الحاجات اللي بتشتريها بالنسبه للحاجات اللي انت بتبيعها ايه؟ حاجه واحده. فانت خدت ايدك على الغش كده في حاجه بسيطه اللي انت هتبيعها، اللي هيدي لك الخمسين حاجه الثانيه هيغشوا ليك، يبقى خسرت ولا ما خسرتش؟ والقيوم اللي بيقول لا تاخذه سنه ولا نوم هو قيوم، اوعى تفتكر ان حد هيسرق حاجه من حد. ساعه ما يكون بقى واحد بيعمل العمليه دي يوم يسلط ربنا عليه اللي في ايده مصلحه من الموازين له يعمل فيه. فلما يجي يقيس اللي خده من الناس ويقيس اللي راح منه تجدها اخسر من الخساره. ولما يكون انسان بيوفي وبيدي كل واحد حق ومش عارف ايه، ان اراد حتى بائعه في شيء من الاشياء انه يدلس عليه ما يقدرش. بالصدفه كده ربنا يعملها، بالصدفه كده هو بيوزن له حته الجبنه اللي هو عايزها، يجي مفتش التموين من بعيد وواقف جاي، ربنا بعتوه له كده. ما هو اصله هو امين لموازين الناس، يوم ربنا يجعل اللي بيغش بالموازين مقهور ان لا يغش. يشوف التموين يوم يديله بقى ويزود له حته ويخليها الطب ويعني مش عارف انت. الله، ايش الحكايه دي؟ يبقى ليه؟ اما قال لك لان في قيوم، ان عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء. كل حاجه دي. وبيقول انا لا تاخذني سنه ولا نوم، نام انتم وخلي اللي يستغفلكم يستغفلكم، لانه هو هيستغفلكم وهنخلي مين؟ ايه؟ بقيه الناس كلها اللي بتعامل معاه يستغفلوا. وتنتهي المساله من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر. واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. شوف بقى ذلك خير. الانسان الذي يغش بياخد خير لنفسه، عايز يزود نقول له لا انت بتنقص، بس بتنقص من حته تانيه، بتنقص من حته تانيه مش خير بقى. واحسن تاويل التاويل العاقبه. ايه يعني احسن تاويل؟ احسن عاقبه، لان بقى لما تيجي في ستات كده ناصحين قوي وعندهم في المطبخ ميزان، الراجل جايب اي حاجه تروح واخدها منه ايه؟ ووزنها في المطبخ، يطلع مش تمام، يرجع للراجل يقول له يا غشاش يا كذاب يا اللي عملت مش عارف ايه، لانه ما عادش يروح له، يبقى ما هيش خير. العاقبه مش هتيجي وياه كويس، وان عرف انه غشاش ما حدش يجي له، يبقى لا هو خير ولا هو احسن. ايه تاويل؟ لكن اذا وزن بالقسطاس المستقيم وراح الراجل بالحاجه ووزنتها الزيت ولقتها تمام زي ما خلاص راجل طيب، تقوم نرجع له تاني ولا لا؟ يبقى ربنا لا يسلط عليه من يزن له فيسرق منه، ويخلي اللي خد منه مره وبعد ذلك يشتهر عنه بانه امين ويشتهر. يبقى احسن عاقبه ولا مش احسن؟ ايه احسن عاقبه؟ وزنوا واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير. ليه؟ لان القيوم الاعلى ان غشيت هيخلي غيرك يجرأ ويغش لك، تبقى انت اللي خسران. وبعدين اللي غشيته مره مش هيجي لك ايه؟ مش هيجي لك تاني مره. يبقى العاقبه مش تمام، تاويلا يعني عاقبه. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى الى قضيه اخرى تزن حركة الحياة. ليه؟ لأن الإنسان الخليفة في الأرض الذي وهبه الله الحياة وأمده بالطاقات وأمده بمقومات الحياة، فقال له ضروريات الحياة أنا تكفلت لك بها. إن أردت أن ترتقي في الحياة شغل مين؟
شغل مخك المخلوق لله في المادة الأرض المخلوقة لله في الطاقات المخلوقة لله ورق نفسك بقى. يبقى عايزين حركة أحياء. هذه الحركة الأحياء لا يمكن أن تتم إلا على قضية. هذه القضية أضمن أن إذا تحركت هذه الحركة تيجي النتيجة. يقول لك ادخل مثلا كلية كذا، أنا ضامن أنني لما أدخل كلية الحقوق وأجد عنها أخذ شهادة والشهادة تؤهل لي كذا. لو لم يكن عندي هذه القضية مجزوم به ما دخلتش كلية. لو ادخل كلية الهندسة، ادخل كلية الايه، يبقى لازم حركة الحياة لازم تنبني على قضايا ثابتة. هذه القضايا الثابتة تجعل المتحرك في اي حركة واثق من ان حركته ستؤدي الى نتيجة. يقول لي مثلا انت عايز تروح من اسكندرية ولا عايز تروح مصر ولا عايز تروح فين؟ الطريق ده هو اللي موصل، لو لم اثق ان الطريق ده مشيت فيه يوصلني ما اتحركش. يبقى اذا حركة الحياة لا يمكن ان تتم الا نتيجة لقضايا حقيقية مضبوطة في الكون. القضايا الحقيقية المضبوطة في الكون دي اللي احنا بنسميها العلم. اللي بنسميها الايه؟ العلم. ايه العلم؟ قال لك احنا زمان قلنا ان القضايا اللي يمكن ان يقال لقائلها انت صادق او كاذب، زي مثلا الارض كرة قضية، مثلا الشمس ايه؟ مضيئة، القمر منير، قضايا. هذه القضايا بتديني قضية علمية مجزوم بها وواقعة ونقدر ندلل عليها ونقدر تبقى دي قضية ايه. مرة توجد قضية وواحد يجزم بها انما مش واقع، يجزم بها انما مش ايه، مش واقع. يبقى ده الجاهل بقى. يبقى الجاهل يعلم ايه قضية ويجزم بها انما هي مش ايه، مش صح. هذا الجهل. مش الجهل أن لا تعلم، لا، الجهل أن تعلم قضية مناسبة للواقع. في فرق بين الجهل والأمية. الأم لسه ما عندوش حاجة، إنما الجاهل يبقى عنده إيه؟ قضية مخالفة للواقع. ودول اللي بتعب الدنيا الجهلة، مش الأميين. الأم بمجرد ما تيجي تقول له أنت مش عارف دي، أعرف دي كذا، دي خلاص. لكن الجاهل عنده قضية مخالفة. تبقى أنت أول ما تعمل إيه؟ تشيل من ذهنه القضية المخالفة وتحط في ذهنه ايه؟ يبقى ده اللي عايز ايه؟ اللي عايز تعب. يبقى اذا قضايا الحياة في حركتها لا يمكن ان يتحرك متحرك الى شيء والى غاية الا اذا وثق من القضايا التي توصله الى الحق. القضايا الثابتة دي هي العلم بقى. فربنا قال اسمع بقى، عايز تتحرك في الحياة حركة سليمة وحركة مجدية وحركة غير متناقضة وحركة متساندة مع اخوانك، لا تقف ما ليس لك به علم. اوعى تروح على اي حاجه مالكش بقى ايه، مالكش بقى علم. نروح مثلا واحد اعمل له مثلا ورشه بسيطه كده، وبعدين انا بصلح تلفزيونات، ويقعد يلعب في التلفزيون يمكن يخسره. لو قال لك انا ما اعرفش يبقى اجابك ولا ما اجابش. ولذلك حتى في العلم يقال من قال لا ادري فقد اجاب. اجاب ايه؟ قال ما انا ما ادراش، ما اعرفش. قال لك لانه لما قال لك لا ادري هتتوجه الى ايه؟ الى واحد تاني يدري. انما لما يغشك بقى ويقعد يقول لك ايه، يضيع الدنيا ولا لا؟ اذا لا تقفو، ومعنى تقفو لا تتبع، ماخوذه من القفا. ثم قفينا ايه على اثرهم بايه؟ برسلنا. قفينا يعني زينا ايه، ماخوذه من القفا يعني اللي جه بعدين. ولذلك لما الراجل جه ينصح الراجل بده يتجوز، قال له ايه، ما انصحني اتجوز اي امراه اتزوجها؟ قال له ايه؟ قال له لا تتخذها حنانه ولا منانة ولا عشبة الدهب ولا كبة القفا. ولا كبة القفا. طب حنانة ومنانة؟ حنانة يعني قال لك لها ولد من غيرك تمل الولد تحن له ويفكرها بابوه. ومنانة عندها شوية مال كل ساعة من علي بيه. عشبة الدهب امرأة جميلة ولكن في مستنقع قذر. كبة القفا هي التي إذا مرت كده أبوها يمر، بعد ما يمشي الناس تقول نايل على عينك. الله. يبقى كبة القفا معناها أنها إذا رأيت في مواجهته ما تقولش حاجة، إنما بعد ما زي ما بيحصل واحد يمر كده وبعدين ساكتين في أمان الله كده وبعدين بعده ونقعد. الله. إذا لا تقف أي لا تفتكر ما ليس لك به علم ولا تبقى حركتك فشل.
طب العلم ده هو ايه بقى؟ القضايا الثابتة المقطوع بيها اللي تقدر تستدل عليه. طب القضايا الثابتة دي في اي شيء؟ ام قال لك ايه؟ قضايا الحياة قسمان، قضايا تختلف فيها الاهواء، هواء زي هواية، وقضايا تلتقي فيها الاهواء. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك القضايا اللي تلتقي فيها الاهواء هي القضية التي يخدم بها كل قائل لها فكرة عنه بس، وان كان الضرر غيره، هذه قضايا الاهواء. وما دام الاهواء يبقى هواء غير هوايا غير هوا دي، فلو ان كل واحد له قضية ما نلتقيش على حاجة، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طب امال ايه نعمل ايه في الحاجة دي؟ ام قال لك اخرج نفسك واخرج غيرك من هوى نفسك، والقضية اللي تختلف فيها الاهواء اذهب فيها الى من لا هوى له. طب اللي ملوش هوى ده مين ده؟ قال لك ممكنش الا ربك بقى، هو اللي خلقك وعمل لك اقضية، وكلنا بالنسبة له سواء عبيده، ما فيش حد ابنه، مش هيشرع عليه ده شيء وده شيء وده شيء. يبقى اذا وساعة ما اخضع انا وانت الى ربنا لا غضابة. ولذلك حتى في الفلاحين كانوا يقولوا لنا اللي الشرع يقطع صباعه ما يخضش دمه، لان الشرع مش انت اللي قطعت صباعي، مش انا خاضع ليك ولا انت خاضع ليا، ده انا وانت خاضعين لمين؟ لاله. يبقى قضايا الاهواء اتركوها لله يقننها علشان ترتاحوا من تسلط بعض على بعض. لكن القضايا اللي مش خاضعه للاهواء وخضع لأشياء صماء لا تجامل اتبعوا بعض فيه. ليه؟ لأنكم هتلتقوا فيها غصب عنكم. المعمل اللي احنا بندخله عشان نطلع منه قضايا مادية وقضايا كيماوية يجامل أحدا؟ احنا قلنا زمان افتنوا إلى أن ما فيش كهرباء روسي وكهرباء أمريكاني، طب مش معنى الهواء ما دخلش فيدي؟ قال لك لأن دي نتيجة المعمليات مقدمات علميه ما بتجاملش، يبقى هنتفق فيها ولا ما نتفقش؟ طب في كيمياء انجليزي وكيمياء الماني، بقى الشيء اللي خدناه من المعمل ومن التجربه على الماده الصماء التي لا تجامل هنلتقي فيها قهرا. ولذلك احنا قلنا زمان يجب ان تنظروا الى شيء في الوجود. الوجود الان فيه معسكرين، ومعسكرين قويين، معسكر في الشرق ومعسكر في الغرب، اللي بنسميه ايه؟ شيوعي ورأس مال. دول معسكرين ايه؟ متعاندين ولا لا؟ اللي مخليهم مختلفين ايه؟ القضايا الاهوائية، ده يقول لا الشيوعية احسن، وده يقول لا الرأسمالية احسن.